طبعا انا مش هتكلم بقى واقول لك بقى الديسك عباره عن ايه، ما خلاص ما احنا اتكلمنا الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، عارفين الديسك عباره عن نيوكليس فالبوز وانلس فايبروز والكلام ده، والاماكن البروتروجن بتاع الديسك بتكون فين، سنترال ولا باراميديان ولا فار لاترال اللي هو الفورامينال واسبابها وكده، والديسك بقى بلجنج ولا هرنيشن ولا بروتروجن ولا اكستروجن ولا كل نفس نفس الباثولوجي. انا عايز اركز بس على العيان اللي عنده بقى نفس الديسك ده بس ايه، بس في ليفل دورسال. هل الدورسال ديسك هرنيشن ده كومن؟ لا خالص، ده حاجه نادره جدا. الديسك هرنيشن في الدورسال حاجه مش نادره جدا، حاجه نادره جدا. ليه نادره؟ خد بالك من حاجه، هو الدورسال سباين ده مع احترامي الكامل ليه، يعني هو ليه اي رول في انه هو يشيل الجسم؟ اكتشلي لا، ملوش اي رول في انه هو يشيل الجسم. طب هل هو الدورسال سباين ده ليه دور في الحركه مثلا، مهم ان هو انك يحركك يمين او شمال او كده؟ لا لا خالص، الدورسال سباين باستثناء يمكن اخر 1 ليفل او 2 ليفلز كده، الدورسال سباين حركته قليله جدا، يكاد يكون ثابت تماما. امال ايه اللي بيتحرك؟ اللي بيتحرك الايه؟ اللمبر بيتحرك والسيرفايكال بيتحرك، بيتحرك رقبتك وبتحرك جسمك او وسطك من تحت، لكن الدورسال منطقه الصدر دي ما فيهاش حركه كتير يعني، او حركتها ضعيفه جدا. عشان كده بقى، علشان انا كدورسال سباين حركتي قليله وما بشيلش وزن الجسم كتير، فالديجنريشن عندي مش كتير قوي يعني، ما عنديش الديجنريشن الفظيع اللي يخليني يحصل لي الويرن تير اللي بيحصل زي ليفلز ال 4 5 او السيرفايكال اللي فوق، وبالتالي فانا احمي شويه من موضوع الديجنريشن، فالريت ان يجي لي لمبر او يجي لي ديسك هرنيشن بيكون قليل شويه. ولكن قصاد كده عندي قنبله كبيره، ايه هي بقى؟ الكورد. انا كدورسال سباين حواليا كورد، طب وايه المشكله؟ الكورد في منطقه السيرفايكال مثلا بتلاقي السيرفايكال كانال واسعه قوي علشان تتيح فرصه ان اقدر احرك الرقبه بسهوله من غير ما اعمل كومبرومايز على الكورد. لكن الكلام ده وهذه الرفاهيه غير موجوده في الدورسال اريا. الكنال او النيورال كنال في منطقه الدورسال اريا على قدها، صغيره جدا، لان هو ما فيش حركه كتير، انا مش محتاج حركه كتير، انا مش محتاج سبيس كبيره، لان انا على قدي وعايش على قدي كده في النيورال كنال بتاعتي، انا اصلا ما عنديش الطبيعي حركه كتير، وبالتالي الدورسال كورد از فيري سنسيتيف لاي تشينجز تحصل، اي حركه غريبه، اي جسم غريب يخش عليا، اي حاجه، الدورسال كورد فيري سنسيتيف بالمنطقه دي، لانه ما عندوش رفاهيه الايه، الدورسال، رفاهيه السيرفايكال ان هو عنده كنال واسعه، وكذلك الايه، منطقه اللمبر اللي فيها كنال نوعيا برضو واسع شويه. اوكي، دول خصائص كده كبدايه كده بنتكلم فيهم على الدورسال ديسك. يبقى الدورسال ديسك هل هو حاجه كومن ولا حاجه رير؟ حاجه رير طبعا. نسبته قد ايه بقى هذا الدورسال ديسك؟ من ربع ل 0.75، يعني ما كملش حتى 1%. شوف بقى، يعني من كل 100 حاله ديسك ما اشوفش حاله سيرفايكال ديسك، ده لازم استنى اشوف مثلا ايه 200 حاله ديسك اشوف واحده، من كل 200 حاله ديسك واحده منهم بس تبقى ايه دورسال. ما ده منطقي، لان ما فيش حركه كتير وما بيشيلش وزن كتير، هو بالتالي ما يتعرضش للوير اند تير كتير، فما يجيلوش بقى الايه الديجنريشن اللي بتحصل في الديسك اللي بنشوفه في اللمبر يعني. 80% بيكون ما بين الثيرد والفيفث ديكيدز. في برضو معلومه تانية عايز اقولها هنا، بيجي اكتر في الايه، في الناس اللي هم وزنهم تقيل، يعني تلاقي غالبا اللي بيجي له دورسال ديسك ده هجمه كده، ضخم ضخم الجثه. طبعا مش لازم طبعا، بس الاغلب ان جسمه تقيل لدرجه ان وزنه التقيل ده خلى الدورسال سباين يشارك في ان هو يشيل الوزن بتاعه، فيحصل له ويرن تير كتير. يعني دي ملاحظه من ملاحظات الواحد خد باله منها، يعني ان هو بيبقى هجمه ضخم الجثه كده. ها، الليفل فين؟ يقول لك 75% بيحصل بلو تي 8. بص يقول لك ليه بلو تي 8؟ ما هو كل حاجه لها تفسير، اللي هو المور موبايل بورشن اوف ثوراسك سباين بعد التي 8 اللي هو تي 9 10 11. انا بقرب من الجزء اللمبر، انا بسيب الريب كيج وداخل على الجزء اللمبر، الحركه بدات انها تزيد، يعني الورن تير هيزيد. الله 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 الله، يبقى هو نسبته قليله. يجي في سن 30 ل 50 سنه،
ويجي اكتر في اللور لور ثوراسك اللي هو بيلو تي 8 يعني تي 9 يجي لك مثلا ديسك 9 10 ديسك 10 11 11 12 اوكي 94% سنتر لاترال كالعاده سنتر لاترال يعني ايه يعني خارج بوسترو ميديا بوسترو لاترال يعني و6% بيكونوا لاترال فورامينال يعني والاكثر طبعا بيكون في تروما في 25% يعني ربع الحالات الدورسال ديسك ده في هيستوري اوف تروما لازم يكون في ايفنت عنيف ادى الى ان حصل قطع في الانيولس لان زي ما قلنا الويلن تير مش كومن لان الحركه مش كتير مش هي اللمبر فلازم يكون في ايفنت تاني حصل فعشان كده بيكون في هيستوري اوف تروما في 25% من الحالات كلام اعتقد ان هو منطقي ما فيهوش مشاكل خالص طب هو ده هيجي لك بمانيفيستيشنز ايه يعني تفكر معايا كده دورسال ديسك يلا نالف كده مع بعض دورسال ديسك هيجي لك بايه والله اول حاجه بين في الظهر في الميد باك ميد دورسال بين عندي وجع وتندرنس في الحين ما في وجع عندي في المنطقه دي بسبب الديسك طيب الديسك عمل بروتروجن هيروح فين يعني والله لو راح ناحيه الفورامين هيكمبرس الروت طب والدورسال روت ده هيعمل بين فين يعني عارف اللامبر روت كان عمل لك سياتيكا او في ميرالجيا او كده الدورسال روت هيعمل لك ايه هيعمل لك بين في الديستريبيوشن بتاع الايه الرادييتنج الديستريبيوشن بتاع النيرفز الثوراسيك اللي هي بتدي في الانتركوستال سبيس والكلام ده فيديك الايه البين اللي هو واخد نص الجسم كده يديك بين عامل زي البين بتاع الايه بتاع الهيربس زوستر ده اللي هو بيسموه ايه اللي هو الايه الثوراسيك راديكيلوباثي في الباند لايك ديستريبيوشن قدام ورا along الايه الروت ديرماتوم بتاعه زي ما احنا عارفين لو فاكرين الديرماتومز بتاعت الثوراسيك يعني عندك مثلا عند الحته بتاع زيف ستيرنم ده دي 7 وعند الحته بتاعت الامبلايكس عند دي 10 وفي النص ما بينهم بقى كده بتلاقي الايه الخريطه بتاعت الديرماتومز في المنطقه دي فهو البين لو كان الديسك ده خارج فورامينال ويكمبرس الروت هيعمل لك هذا الرادييتنج بين للمنطقه بتاعه الجسم المواليه لهذا الديرماتوم اللي هو الباند لايك بين وكذلك ممكن يبقى في سنسوري مانيفيستيشنز يبقى هايبوستيزيا في هذه المنطقه ده لو خرج ايه لو خرج فورامينال عند الروت نفسه هيعمل لك راديكولار بين في المنطقه ديت الباند لايك ويعمل لك هايبوستيزيا في الروت ده او في الديرماتوم ده بالذات الموتور افكت هنا يعني مش قوي اهو بيدي انتركوست المصل يعني مش تحس بيها قوي يعني بروت واحد مش هتحس انت بايه بهذا التاثير الفظيع الموتور افكت يعني بتاعه الايه الدورسال عشان كده الدورسال روت مش مهم قوي قطعه ما تقطعوش اتضرب ما اتضربش مش مهم شويه بين في الايه في الابدومينال وول ولاترالي كده وشويه ايه ويكنس هبله ما لهاش اي قيمه يعني ولكن الخطوره الكبرى تكمن في ان هذا الديسك لو عمل كومبريشن لمين بقى يا معلم للكورد لو خرج بقى سنترال او بوسترو ميديا حاجه بسيطه وعمل كومبريشن للكورد اللي احنا لسه قايلين ان الكورد ده قاعد في حته ضيقه لان المنطقه بتاعه الكنال بتاع الدورسال مش متعوده ان يكون في حركه كتير فمش محتاج ان يكون ايه الدنيا تكون واسعه ولا حاجه وبالتالي فهو عرضه ان هو لو هذا الديسك ضرب الكورد الكورد يبقى كومبرومايز بسرعه والكورد هنا على تكه اللي هو بيتلكك لو حد عطس في وشه يروح واقف والعيان يخش بقى في المايلوباثي اللي هو الباراباريسيس والبارابليجيا وسنسوري ليفلنج فاكرين الكورد انجري كورد انجري عادي بقى سواء كان كومبليت او انكومبليت ونخش بقى في الستيجز بقى ما هل هو جريد 1 ولا جريد 2 اللي هو الاسيا سكور فاكرين جريد 1 او اسيا A اللي هو كومبليت لوس اوف سنسوري موتور فانكشن وبي وسي ودي وهكذا والحاجات الانكومبليت بقى الايه البراون سي كارد سيندروم والسنترال كورد نفس الفكره بالظبط كل ده ايه ممكن يحصل لو الديسك قرر ان هو يبقى سنترال ويكمبرس الكورد اللي هو زي ما قلنا ان هو بيكون دايما في الدورسال اريا بيكون على شعره فالموست كومن سيمتومز ايه بين صح سنسوري تشينجز وموتور تشينجز with thoracic radiculopathy وهنا بيتكلم على الديسك الايه الفورامينال خارج يكمبرس الفورامين with thoracic radiculopathy pain and sensory disturbance is in a band like distribution radiating anteriorly and inferiorly along the involved root والموتور is difficult to document intercostal ايه كلام فاضي مش هو ده الايه المهم ولكن زي ما قلنا خطورته دايما في الايه
ان هو لو عمل كومبريشن للكورد هيعمل لك كورد انجري. كورد انجري هذا الكورد انجري هو خطوره الدورسال ديسك، انما غير كده الدورسال ديسك ده ملوش لازمه، شويه البين وشويه الحاجات دي مش مهمين خالص، مش مهمين خالص خالص بالنسبه لي. يبقى انت غالبا هيجي لك العيان بتاع الدورسال ديسك ده وبيشتكي لك، لو هو فورامينال يعني هيشتكي لك من ايه؟ الراديكولار بين اللي هو واخد الدرماتوم بتاعه وعنده هايبوثيزيا في المنطقه ديت، مش هيشتكي من حاجه موتور او ولا حاجه. فانت تشك الاول يعني، اول حاجه هتفكر فيها ايه؟ يكون عنده هيربس ولا حاجه، مفيش اي حاجه، ما عندكش كده اي فقافيق طالعه في جلدك ولا حاجه؟ لا مفيش. اه طب ايه ده ديستريبيوشن يا جماعه؟ ده درماتوم وميوتوم بتوع درماتوم بتوع دورسال. طيب عندك وجع في ظهرك؟ يقول لك اه عندي في الميد دورسال بين كده، في وجع في الميد دورسال مع الايه، مع الديستريبيوشن ده. طب انت عندك اي ويكنس في رجلك؟ الحمد لله لحد دلوقتي لا. طب كويس، طالما مفيش ويكنس في رجلك يبقى الحمد لله، واضح ان لسه لو كان في ديسك ولا حاجه مفيش كورد كومبرومايز. تعمل ايه بقى العيان؟ انت شاك ان عنده دورسال ديسك، شاكك ان عنده دورسال ديسك، او ان هو البرزنتيشن الثانيه عيان بعد تروما، وده في الاغلب بيكون تروما. تروما ممكن تكون حاجه بسيطه برضو يعني، ممكن يكون عيان ضخم شويه وفجاه ايه كان راكب العربيه وخد مطب جامد، او وقع من اي وقعه، وقع قاعد اي حاجه، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل له كومبريشن يعني، وهو كان عنده قبل كده ديجنريشن ولا حاجه، فجاه يجي لك بقى اكيوت بارابليجيا فجاه كده عادي، اكيوت بارابليجيا او بارابارس، جاله مايلوباثي فجاه في ايه، في رجليه، اللي هو جاله كورد انجري فجاه من هذا الكلام. تعمل ايه بقى؟ اول حاجه تروح عاملها حضرتك، احنا انا شاكك كده ان انت عندك مشكله في منطقه الدورسال، ممكن تكون بقى ايه تيومر، ممكن تكون تروما فراكتشر يعني، ممكن تكون انفكشن ابيديورال ابسس، ممكن اي حاجه، او ممكن يكون ديسك في منطقه الدورسال، بس انا بالاكزاميناشن بتاعي واضح ان انت في حته الدورسال يعني. تروح عامل له على طول ايه نيكست بقى، نعمل له ايه؟ نعمل له ام ار اي. طبعا ام ار اي هيبين الدورسال ديسك بمنتهى البساطه، اهو في الدورسال اريا بيبين لك ايه الدورسال ديسك، هوب خرج بوم لقى كورد قدامه، شكرا السلام عليكم ورحمه الله، خلصت دورسال ما يعني، الكورد جوه الدورسال اريا مش مستحمل حد يلمسه، خرج الديسك شكرا خلاص العيان ده، السلام عليكم خلصنا عليك. في بقى حاجه بقى مهمه، ان ممكن الدورسال ديسك ده يقعد فتره طويله بلجنج، يبقى عنده دورسال ديسك ومش عامل له حاجه يعني، عامل له شويه الايه الباراثيزيس اللي في جنبه ديت، او وممكن مش يكونش عامل حاجه خالص يعني، حاجه هبله تريفيال قوي، ها، والديسك ده يفضل قاعد فتره طويله كده هرنييتنج وخارج من مكانه قاعد مش عامل اي حاجه خالص، لدرجه ان هذا الديسك يبقى كالسيفايد، يحصل فيه اللي هو الانفلاماتوري تشينجز من الديسك ده، ويبقى فيه جرانيوليشن ويبقى كالسيفايد، يتحول الى كالسيفايد دورسال ديسك، ويظل العيان على هذا الموقف على طول فتره كده لحد ما يجيله حاجه، مثلا هو مثلا ايه يوطي توطيه غلط، او يشيل حاجه غلط، او مثلا يتخبط خبطه يقع وقعه وكده، يروح هذا الكالسيفايد ديسك يروح لطط الكورد. دي برضو من ضمن الحاجات الايه الكومن في الدورسال اريا بالذات. فعشان كده نصيحة كده، في حالات الدورسال ما تكتفيش بالام ار اي، هنقول الكلام ده برضو في السيرفايكال، ما تكتفيش بالام ار اي، لا ياريت كمان تعمل له سي تي نيكست، سي تي سكان. السي تي سكان يبين لك كمان ان غالبا ممكن تلاقي الدورسال ديسك ده كالسيفايد. A non-contrastatic CT scan should be routinely obtained. ليه؟ علشان تعرف الديسك ده هل هو جديد لسه بلجن جديد وخارج جديد، ولا ده كان ديسك قديم وقعد معاه بقاله فترة طويلة لدرجة ان هو بقى كالسيفايد، بس العيان عمل حركة غلط فالكالسيفايد ديسك ده عمل ساعتها بقى كومبرومايز على الروت، على الكورد قصدي، وجال بالمانيفستيشنز دي. فلازم نعمل CT عشان نشوف هل هو كالسيفايد ديسك ولا soft ديسك، لان ده طبعا هيأثر خالص على احنا هنخش ازاي. طبعا كالسيفايد ديسك ده اخطر واصعب بكتير جدا، والكومبليكيشنز ريت بتاعه اعلى، واخد بالك؟ بس وهتشوف برضو لو كان في اي فراكتشرز، وهتبص برضو لو هتثبت ولا مش هتثبت الحوار. اذا يعني خلاصه الكلام، في الدورسال ديسك لما تلاقي عيان عنده دورسال ديسك ما تنساش بس انك تبقى تعمل له برضو سي تي زي السيرفايكال، برضو نقول كمان شويه ان ممكن يبقى الديسك ده بقاله فتره وقاعد بقاله فتره والعيان مش واخد باله منه لدرجه ان هو بقى كالسيفايد ديسك. يبقى احنا كده النهاردة فهمنا شوية كلام عن الدورسال ديسك، وازاي ان احنا نشخصه، وازاي نعمل انفستيجيشنز نقدر ان احنا نوصل للبروبر دايجنوسيس.
اشوفكم الحلقة الجاية هنتكلم بقى عن التريتمنت اوبشنز لحالات الدورسال ديسك. كان معكم احمد زهران.